السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور أحمد الجمل، بشتغل كأحد مدوري المعايير في الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جهار. النهاردة أنا مع حضراتكم بنتكلم عن في سلسلة المحاضرات الخاصة بـ Disaster Preparedness and Response، اللي هي التعامل والاستجابة للكوارث. عنوان المحاضرة الـ ICU Microcosm within Disaster Medical Response، اللي هو ازاي الـ Disaster Medical Response، ازاي الاستجابة للكوارث الطبية بيتم، واتخاذ نموذج لده، الرعاية المركزة كعالم مصغر للمستشفى. طبعا احب اشكر زملائي دكتور اسلام ابو يوسف اللي اداني الفرصه دي، وهو نائب رئيس مجلس اداره الهيئه، ودكتور زكريا ابو حميد كبير المقيمين في الهيئه. الهدف من المحاضره دي ان احنا نتكلم عن ان احنا نعرف فين بيقع الاعداد الرعايه المركزه في منظومة الـ Disaster Preparedness، ونعرف كمان الـ Structure بشكل عام بتاع الإعداد والاستجابة للكوارث الطبية. بنعرف كمان الـ Structure بتاع الـ Incident Command System المفروض يبقى شكله عامل ازاي، وبنوصل للـ Detail Communication Strategies في الـ Disaster، ازاي بنتواصل مع بعض لو حصلت ديزاستر. السلايد ده احنا بنتكلم فيه على الـ ICU Readiness Basics، وده احنا بنتكلم على لو انا طبيب رعاية او مدير وحدة رعاية مركزة، ازاي اعرف انا ready، انا جاهز او لا. محتاج اعرف شوية معلومات عشان احسب بالظبط مدى جاهزيتي. محتاج اول حاجة اعرف مين الشخص المسؤول عن او الاشخاص المسؤولين عن الكوماند سيستم في المستشفى، مين اللي بياخد القرار في حالة الكوارث. هل هو بس مدير المستشفى؟ هل مدير المستشفى هو مجموعة من معاونيه، ومين هم؟ محتاج اعرف ايه هي الريسورسز اللي تحت ايدي، عندي كم سرير، عندي كم طبيب، عندي كم ممرض، عندي كم طبيب مش بيشتغل في الرعاية بس ممكن يساعدني لو حصلت كارثة، عندي كم ممرض مش بيشتغل في الرعاية بس ممكن يساعدني لو حصلت كارثة، وهكذا. بعرف كمان الاكسبكتيشنز، انا هتعامل مع مرض شكله ايه او مع كارثة شكلها ايه، والمريض او المرضى او الناس المصابين اللي جايين لي شكلهم عامل ازاي، وبالتالي احتياجاتي بتكون ايه. بحط كل الحاجات دي مع بعض، وبعد ما بعرف احتياجاتي بفكر هل انا محتاج اكسترا سبورت او لا، هل في مساعدة انا محتاجها من الحكومة، هل في مساعدة انا محتاجها من ادارة المؤسسة، هل في مساعدة انا محتاجها من العملاء او الكاستمرز بتوعي. كل ده بيتم، كل ده مستحيل يتم من غير ما يكون في good communication channels، وسائل اتصال واضحة ومستمرة بتخليني ابقى عارف كل المعلومات دي، وبتخليني اقدر دايما ان انا اتصرف جوه الكارثة وانا well informed. لو نيجي نتكلم على الانسيدنت كوماند سيستم، خلينا نقول الستركتشر بتاع الانسيدنت كوماند سيستم ده بيبقى ايه. ده بيبقى حاجة كده زي الهيكل الاداري للمستشفى، ساعات بيرأسه مدير المستشفى، ساعات ما بيرأسوش مدير المستشفى، ساعات بيكون في مجموعة اسمها مجموعة إدارة الأزمة، ومجموعة إدارة الأزمة دي بيبقى فيها مدير المستشفى، المدير الطبي، ومجموعة من الأفراد الآخرين. ضروري إن احنا نبقى عارفين مين الناس دي، والناس دي يكونوا معروفين، ومعروف لو حد فيهم مش موجود مين بيحل محله، وفي دايما زي ما قلنا قبل كده كوميونيكيشن مستمر ما بين الناس اللي هم بيحلوا محل بعض، بحيث ان يبقى دايما عندهم same level of information. بنتكلم على الانسيدنت كوماند سيستم دول بيعملوا ايه بالظبط.
الناس دي مسؤولة عن اتخاذ القرارات في حالة الكارثة، في حالة الأزمة. الناس دي هي اللي معاها السلطة الكافية لتحريك الموارد، فبالتالي هيبقوا محتاجين وسطيهم حد مسؤول عن التخطيط، حد عنده المعلومات الكافية عشان يقول احنا محتاجين نكتر عدد الدكاترة هنا ونقلل عدد الدكاترة هنا، نكتر عدد الممرضات هنا ونقلل عدد الممرضات هنا، نسحب الفنتليترز من المكان ده ونحطه في المكان ده او العكس. محتاج حد يكون ايده في الاوبريشنز، حد عارف طريقة وضع الجداول بتاعت الناس وابلاغ الناس بالجداول دي. محتاج حد يكون فاهم اللوجيستكس، السبلايز، الأدوية، المستلزمات بتيجي ازاي ويجيبها منين، ويجيبها منين بسرعة عشان نقدر نتصرف بسرعة جوه الكارثة. محتاجين حد من الفاينانس، حد من المالية عشان يساعد، ما يبقاش في حد شغال انه بيجيب حاجات من السبلايرز والسبلايرز يقولوا لا احنا مش انتوا ما بتدفعوش مثلا، او في ناس تانية طالبين وفلوسهم حاضرة. لازم يبقى في المجموعة دي تشتغل مع بعض علشان تشتغل على البلاننج، الاوبريشنز واللوجيستكس والفاينانس. طيب نتيجة شغلهم ده مش هما بس اللي هيشتغلوا، هما هيشتغلوا بس هيحطوا سيستم لبقية الناس عشان يشتغلوا عليه. السيستم ده زي ما احنا شايفين في الصورة دي بيبقى فيه طريقة بتتعامل زي اكشن كاردز، بيكونوا كاتبين فيها لكل شخص في وظيفته هو مطلوب منه يعمل ايه بالظبط داخل الكارثة وهم في الكارثة. هل في واحد هيبقى مسؤول مثلا عن تنظيم الدكاترة الصغيرين، واحد منظوم عن مسؤول عن تدريب التمريض على حاجات اكسترا، حد مسؤول عن تصنيف المرضى، حد مسؤول عن الابلاغ لو في حالة اي حاجة في الستوك قلت. بيكون الكروت دي كل كارت منهم مكتوب فيه الفانكشنز بتاعت كل وظيفة، وكل واحد من الستاف بياخد الكارت الخاص بيه بحيث انه يبقى عارف دوره ايه في الكارثة بالظبط. من ضمن الريسورسز طبعا الموجودة الهيومن ريسورسز. هل احنا كلنا كأطباء رعاية مثلا في نفس الرعاية عندنا مفهوم واحد للكيس ديفينيشن؟ يعني احنا كلنا عارفين امتى نقول العيان ده عيان كوفيد 19 والعيان ده مش احتمال كبير ما يكونش كوفيد 19؟ هل كلنا عندنا نفس الانديرستاندينج بتاع الاكسبكتد كورس اوف ديزيز، عارفين المرض هيزيد ازاي وبيزيد امتى وبيحصل فيه ايه؟ هل احنا كلنا عندنا فكرة واضحة ويونيفورم عن طريقة الدياجنوزيس والتريتمنت؟ هل كلنا عارفين البروجرس ساينز والعيان ده بيتحسن او بيتحسنش في حالته دي؟ هل كلنا فاهمين ده؟ هل عندنا يونيفورم واي او يونيفورم جايدلاين بيحكم ده؟ وطبعا مهم يبقى كلنا عندنا كوميونيكيشن شانلز واضحة. مهم كمان واحنا بنشتغل في على الهيومن ريسورسز في حالة الكوارث ان احنا ناخد بالنا ان احنا في الاخر بشر، ودايما بيبقى فيه مشاكل نفسية بتبقى مرتبطة بالكارثة، مرتبطة بتقديم الدعم للكارثة. انا فاكر من يومين قريت مقالة كانت كتبها ممرضة انجليزية من جوه الكورونا، من جوه الكورونا ديزاستر في انجلترا، وكانت بقد ايه هي مش عارفة تنام لان هي اضطرت تمنع مريض بيموت من ان هو يشوف ولاده لان هو كان عنده كورونا. الحاجات اللي من النوع ده هنتصرف معها ازاي؟ دي حاجة من الحاجات اللي بنفكر فيها داخل واحنا في الكارثة، وبنفكر ازاي نستعد ليها. محتاجين نبقى عارفين كل الريسورسز دي كل واحد دوره ايه بالظبط زي ما قلنا، ويبقى كلنا عندنا المينيمم الانديرستاندينج اوف ذا مينيمم ستاندردز عشان كلنا نبقى محميين. يعني ما ندخلش نلاقي شويه لابسين جوانتيات وشويه مش لابسين جوانتيات، شويه لابسين ماسكات وشويه مش لابسين ماسكات، شويه
بيلبسوا اوفر شوز وشويه ما بيلبسوش. انا مش بقول لازم يلبسوا، بس هو على حسب المينيمم اللي بيتحدد جوه كل وحده رعايه. الاورجانيزيشن سيستمز محتاجين نبقى عارفين زي ما قلنا الانسيدنت كوماند سيستم وعلاقته بالريسورسز. محتاجين نشوف اذا كان في اي preparedness plans محطوطة او هتتحط، هل في اي preparedness plans دي، وهدي نموذج ليها لاحقا. بس لو preparedness plans دي كانت عمل قبل كده مثلا تجارب لكوارث او كده، وتقال انه لازم يجب توفير مثلا عدد 3 سراير زيادة مثلا، هل plans دي كانت اتحطت ولا لا؟ ولو ما اتحطتش طب هنعرف نحط mitigation plans دلوقتي ولا لا؟ وريكفري بلانز، طب لما الموضوع يخلص هنتصرف ازاي؟ السراير اللي جبناها دي هنعمل فيها ايه؟ الدكاتره اللي نزلناهم دول هنرجع نطلعهم تاني ولا نعمل ايه؟ العيانين اللي شلناهم المستشفى بتاعتنا وقلنا لهم يمشوا هيبتدوا يرجعوا امتى؟ الحاجات دي لازم يبقى دايما في robust communication. communication لو تلاحظوا موجوده في كل الستيجز. لازم يبقى في integration coordination للfunctions الموجودة ما بيننا وما بين المعمل وما بيننا وما بين الأشعة وما بيننا وما بين الأقسام الداخلي. أنا عندي وحدة رعاية فيها 5 سراير وعندي step down unit فيها سريرين. لو أنا ما اشتغلتش مع الشخص المسؤول عن step down unit دي بشكل integrated و coordinated هيبقى في مشكلة، احنا في وقت أزمة. البريبيردنس بلانز دي زي ما كنت بقول محتاجين ان احنا نفكر فيها على على كذا جهة، على كذا صعيد. انا محتاج ان انا اضمن ان انا عندي ميديكيشنز كفاية، سبلايز كفاية، اكويبمنت كفاية. محتاج ان انا اشوف السبيشالتي بيرسونيل عندي كام واحد متخصص يعرف يركب انبوبة حنجرية، كام واحد يقدر ان هو يعمل CPR لو لا قدر الله احتاجناه، هل هم متوزعين صح على الشفتات؟ طب لو انا ما عنديش عدد كفايه مين تاني يقدر يساعدني؟ هل اجيب دكاتره الطوارئ اذا كان في يكفوا؟ هل اجيب دكاتره الجراحات؟ هل اجيب دكاتره العظام؟ هل اجيب دكاتره بطنه؟ محتاج ان انا افكر في التلي ميديسن تكنولوجي. والاسم ده على قد ما هو يعني معروف بيتقال كتير، هو الحقيقه احنا بقالنا فتره طويله فيه في مصر. يعني ياما ناس بتستخدم ابلكيشنز عشان توصل للدكاتره عشان تسالهم سؤال عن حالتهم الصحيه. طب هل في طريقه ان احنا نحول ده للتكنولوجي انه يساعدنا في مرحله الكارثه او لا؟ كريدنشالينج، هل انا عندي طريقه ان انا اعمل بيها كريدنشالينج مراجعه للشهادات وابقى عارف الممرض ده شاطر في الحته الفلانيه دي فاقدر ان انا ارقيه يشتغل معايا في الحته دي اللي هي عاليه شويه عن بقيه التمريض مثلا علشان يساعدني انا كمدير رعايه فيها لو في حاله الكارثه، في حاله الازمه. الفنتليترز والاذر اكويبمنت انا عندي قد ايه وجاهزين ولا لا وبيشتغل ولا لا؟ الفنتليترز بالذات ليها طريقة محطوطة عشان تقدر توزع الفنتليترز، ودي طبعا مشروحة بشكل اوضح في احد المحاضرات اللي احنا بنتكلم عنها. السيرج كاباسيتي، انا اقدر ازاي اني احول الكاباسيتي بتاعتي لكاباسيتي فليكسبل انف ان هي تاخد الاعداد اللي متوقع ان هي تجيلي؟ هل انا اقدر ازودها اوصلها ل 200% من السعه الاستيعابيه بتاعتي؟ هل اقدر اخليها هل هحطها بس على عدد الاجهزه التنفس الصناعي الموجوده؟ هل احطها بس على عدد الممرضات الموجودين اللي يقدروا ياخدوا بالهم من العيانين؟ هل اقدر ان انا، هل في طريقه اقدر ابقى عارف طول الوقت انا كمدير رعايه مثلا او كطبيب مسؤول عن شيفت في الرعايه في سبلايز قد ايه وفي اكويبمنت قد ايه دلوقتي حالا، ريل تايم دلوقتي حالا؟
ما يكونوش اتسحبوا في مكان تاني او ما يكونوش اتاخدوا لعيانين تانيين مثلا في الطوارئ او حاجة. هل في طريقة ان انا اعرف بيها كام واحد مستعد ان هو يساعد طبيب او ممرض في الاقسام التانية او حتى في المستشفيات الحوالية او في الاماكن الحوالية؟ هل ادي اقدر privilege لاطباء تانيين ان هم يساعدوني جوه الرعاية في حاجات متخصصة زي ما قلنا تركيب مثلا انبوبة chest tube مش عارف الحاجات اللي هي ممكن يقدروا ان هم يساعدوني فيها في حالة الكوارث؟ محتاج ان انا افكر في الاكسبكتيشنز بتاعت الديزيز اللي متعامل معاه. يعني ايه؟ يعني محتاج ان انا اعرف بغض النظر عن الارقام المكتوبة، محتاج ان انا ابقى عارف لو انا البوبوليشن بتاعي اوريدي انا كمستشفى كام واحد، والبانديميك ده في العادي بيقعد قد ايه. يعني انا هفضل قاعد حاطط ايدي على قلبي وبفكر في الكارثة دي وبفكر ان انا هتصرف فيها ازاي لمدة قد ايه تقريبا. محتاج ان انا ابقى عارف المعلومات بتاعت الانفكشوس بيريد، يعني هو العيان ممكن يقعد infectious لمدة قد ايه، قد ايه من الناس بيبان عندهم symptoms وقد ايه ما بيبانش عندهم symptoms، قد ايه من symptoms بييجوا يدوروا على الخدمة الصحية، قد ايه من اللي عندهم symptoms بيدوروا على الخدمة الصحية بيدخلوا الرعاية، وكام واحد منهم ممكن هو يروح بيته. المعلومات دي طبعا على قد ما هي يعني تبان هي بسيطة بس بتفرق كتير في التخطيط، لان ده بيساعدك ان انت تبقى عارف اوقات الذروة هتبقى ايه، اوقات اللي انت محتاج تزود فيها عدد الشيفتات او تزود عدد الناس او تزود السبلايز امتى، او الاوقات اللي انت مش محتاج تعمل لها فيها. وبناء على كل الحاجات دي بتفكر انه ايه هو المساعدة اللي انا ممكن اكون محتاجها، هل انا محتاج ومحتاجها امتى وهكون محتاجها امتى. يعني مثلا عندي سبلايز بنسبة كذا او بعدد كذا، لو قلت السبلايز دي عن رقم كام ابتدي اقول لا لازم حد يساعدني، لازم افكر في ان 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 انه ممكن ان احنا نعمل سيستمز، روابط للمستشفيات، روابط للرعايات اللي موجودة حوالينا، لو حاجة نقصت ممكن يساعدونا او نساعدهم بالذات في فترة الفيروس دي. ممكن ان احنا نفكر في طريقة للتعامل مع الريكويرمنتس اللي ممكن تطلع من المستشفيات دي، لو هم عايزيننا نساعدهم في الازمة برضو بطريقة معينة احنا ممكن نبقى مجهزين لسته بالحاجات اللي عندنا اللي ممكن يحتاجوها. زي ما قلنا اهم حاجة في وسط الحاجات دي لان هي اللي بتخدم على كل الحاجات دي هي الكوميونيكيشن. احنا بنتكلم على الموداليتيز، ايه هي الطرق بتاعت الكوميونيكيشن؟ هل انا هعتمد على يعني كوميونيكيشن بالتليفون، ميتينجز اتسترا؟ لازم يبقى عندي ما بيني وما بين الاقسام يفضل يبقى دايما في لوكال ليزون، لازم يبقى في شخص اتواصل معاه ويبقى الدور بتاعه واضح، ويكون في خط اتصال واضح ما بيني وما بين الوزارة وما بيني وما بين المديرية او ما بيني وما بين الهيئة. لازم ابقى عارف انا هتعامل مع مين لما احتاج معلومات زيادة او محتاج ريسورسز زيادة. محتاج يبقى عندي لستة بالإمرجنسي كونتاكت. انا التيم بتاعي في 20 واحد مثلا، 10 اطباء و10 تمريض، انا محتاج ابقى عارف ارقامهم وايميلاتهم، اذا حد مع بيجر، اذا حد مع فيس تايم، اذا حد معاه سيلفون، لو في حد عايش مع حد، مع والده، مع والدته، مع زوجته، مع يا سلام لو معايا الامرجنسي كونتاكت نمبر بتاعهم.
محتاج ان انا ابقى واضح، يبقى عندي طريقة او عدة طرق، بس على الاقل في طريقة رئيسية للتواصل ما بيني وما بين التيم بتاعي. بتكلم على ويب سايت، بتكلم على واتساب، بتكلم على سكايب، بتكلم على هوسبيتال فونز، بتكلم على توكيز، بتكلم على تيلي ميديسن، بتكلم على ابس كتير ومينز كتير ممكن تستخدم. بس وانت بتقرر، فكر ان انت محتاج على الاقل واحدة رئيسية كل الناس عارفاها، ودايما اتأكد ان الحاجات دي شغالة. لان ممكن انت تكون على حاجة والحاجة دي تكتشف بعد كده ان هي مش شغالة غير معاك، انت كنت تبعت الرسائل عن طريقها بس الناس ما كانتش متابعاها او ما كانتش عارفاها او ما كانتش بتشغل غير عندك انت. وفي ناس اعرفهم بيستخدموا السوشيال ميديا، انا بقولش تستخدم السوشيال ميديا، بس لو هتستخدم السوشيال ميديا لازم تبقى بتمونيتور وبتتأكد ان الداتا confidential، وان مفيش داتا بتاعت patients بيتم نقلها عن طريق السوشيال ميديا. باختصار، علشان الICU تبقى جاهزة فهي محتاجة strong incident command system، محتاجة clear understanding of available resources and expected inputs، محتاجة continuous monitoring of situation and national response، ومحتاجة a robust communication plan. دي references اللي احنا استخدمناها، و ألف شكر ليكو. stay safe stay home.